ومعنا هاتفيا من أربيل الشيخ محمود صالح عبد القادر الجاب، شيخ عشيرة الجاب في ديالى. مرحبا بكم شيخ محمود. بداية، مصادر في محافظة ديالى أكدت أن أعضاء مجلس ناحية أبي صيدة تعرضوا لتهديدات بالقتل. من هي هذه الجهة التي تهددهم وما المراد من هذه التهديدات؟ نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تحية لك المشاهدين جميعا. حياك الله، تفضل. الحقيقة أخي العزيز، من 2003 بدأ مخطط إفقار السنة في ديالى والعراق جميعا الحقيقة، بإخبار القوات الأمريكية مثلا في البداية، واتهام المواطنين وأصحاب العوائل زورا وتدميرهم ماديا واجتماعيا، ثم إحراق منازلهم أو قرآن وبساتينهم، أو خطفهم مقابل فدية وإطلاق سراح البعض، وأحيانا تجدهم في نهر ديالى أو خريسان، وحالات كثيرة حصلت يعني يطول ذكرها، منها مثلا ابن الشيخ راشد صالح العمران وأخوه ابن عمه، أو جبار ستار جاسم اللي دفع 8 دفاتر وما وجدوا لحد الآن ولا حد يعرف مصيره. وهي الحقيقة حرب دينية واضحة سواء من الصليبيين أو من الصفويين ومعلنة، وأعتقد يعني الأمر جدا بين. لماذا يعني ديالى بالذات شيخ محمود، إلى أي مدى هذه المحافظة الميليشيات متغولة فيها؟ مهرجان حمضيات في العراق، ديالى تفوز بالدرجة الأولى بجودة الحمضيات، سيطروا على بساتين خدنا بات في البداية وأحرقوها واستولوا عليها، مثل عشيرة القيامات بساتين حجي رشيد الدلياني وعشيرته، استولوا على بيوتهم وحرقوا بساتينهم او استولوا عليها وقتلوا ابن حجي رشيد واخوته الاثنين واولادهم، وهجروا الاخرين واعتقل حجي رشيد في حينها، واعتقد حتى الان يتم معتقل. نعم شيخ محمود، بخصوص هذه الحرائق، علي الدايني رئيس مجلس محافظه ديالى قال ان حرائق مفتعله تندلع بين يوم واخر في بساتين ديالى، من يقف وراء هذه الحرائق؟ ما الرساله المراد إيصالها من جراء هذه الحرائق؟ الرسالة هي أن إيران تريد العراق كله من شماله إلى جنوبه، وحتى حوادث كردستان ترى الحالية، بالمناسبة ترى هذا المخطط هو واضح من البداية، وأنا أعجب من السياسيين أو حتى المواطنين العاديين شلون يعرفوا هذا المخطط جدا واضح. يعني أنا كمواطن هسه أقول لك المخطط القادم هو السيطرة على كردستان أيضا والوصول إلى حدود تركيا، ثم تركيا اللي هي الهدف القادم لعمليات الفرس. نتحدث عن ديالى شيخ محمود. يعني. اي تحديدا ديالى هي بدت في ديالى، واذا اقول لك يعني عندك تحاول مخ النبات ثم بدا بالهويدل، بساتين شيخ فياض الجنابي واخوته استولوا على بيوتهم واستولوا على بساتينهم وحرقوها، او هم الان مسيطرين عليها، او بساتين ستار شولال، ثم عبروا الى مناطق بورز، واعتقد انتم كلكم تعرفون يصار بورز. ثم حرقوا افضل بساتين ديالى اللي هي منطقه العباره، بساتين الرمال والمشمش وغيرها. حرقوها كلها وسيطروا عليها، ومنها بساتين كريم الصالح العبيدي الله يرحمه، وبساتين القيامات اللي هي بساتين مادي الدلياني وغيره، ايضا سيطروا عليها وانتهت بالكامل. او حاليا كتبها انقاض هي وبيوتهم مع الاسف. وكذلك باقي البساتين في محافظه ديالى، كلها اعتقد خلف الميليشيات، وانطيني سني واحد بديالى واموره الماديه جيده، اعطيني واحد. اما ما اعتقل او مغيب او تجده بنار ديالى او ما عجبته ما حد يقدرها حتى الان. هذا الامر واضح، كل اهل ديالى ترى يعرفون، يعجب الناس تسكت او تسكت، او على المسؤولين اللي يسمون نفسهم مسؤولين ليش يسكتون ما يقولون هاي الحقيقه الواضحه واللي هي تعترف بها حتى ايران. يعني ايران الناس ما ساكتين لا خايفين ولا مستحيل، اذا يعلنوها على وكاله الانباء على من. ايضا بخصوص تهجير المسيحيين في المحافظه، قائم مقام قضاء بعقوبه قال انه يعني لم يتبقى سوى 15 عائلة مسيحية في بعقوبة، من المسؤول عن تهجير المسيحيين وباقي المكونات الأخرى في المحافظة؟ أنا أروي لك حالة بسيطة، ألقي القبض على أحد الأشخاص اللي يعني ألقي القبض عليه ألقى السجن، وأطلق سراح القاضي، الشرطي يقولها لأم السجين، يقولها أنا ما طلع لك تعطيني دفتر، هي قالت له مو ابني بريء، وأطلق سراح القاضي. قالها انا اعرف ابن شبريه واطلق صلاح القاضي، لكن انا شلون اعيش وين المنزل باكر عقبه من تغير الامور؟ على من يعني الشغله مو شيء سري. الناس هو يقول لك انا لازم اسرق من عندك اهددك اخذ بيتك وبيعك بسعر مناسب لي، او اخذ منك فديه، او اقول لك انت كيفك.
وبالمناسبة حتى الموالين ترى لهم غير يعني غير مرغوب بهم، يعني لا حد يتصور انه هو اذا والى الجانب الايراني وعمل معه راح يتركوه، لا هم يستخدموه لفترة مؤقتة ثم يدمروه، ووسائل عديدة للهاي طبيعي يعني مو شيء صعب بالنسبة لهم. شكرا جزيلا لك من أربيل الشيخ محمود صالح عبد القادر الجاف شيخ عشيرة الجاف في ديالى.